السلام عليكم اخواتي وحبيباتي الغاليات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كل شيء مزيان. اليوم ان شاء الله بغيت نشارككم كوكيز او بسكوي كيجي رائع جدا، غادي يعجبه الاطفال ديالكم وحتى نتوما يعجبكم، كيجي مقرمل ولذيذ. غادي نصاوبو لكم بطريقه سهله جدا، نتمنى الاعجاب ديالكم، جربوه وتردوا عليا الخبر. ودركي غادي نمشيو نشوفوا المقادير نتاع هذا الكوكيز. غادي نحتاجو بالنسبه للمقدار تاع 38 حتى ل 40 حبه، 125 غرام ديال الزبده ما يعادل ربع ديال المعالق كبار عامرين، ملعقه كبيره ديال العسل، كاس نتاع سكر كلاصي او سكر بودره ما يعادل 120 غرام، خميره ديال الحلوى 8 غرام، ساشي نتاع الفاني. وغادي نحاجو واحد البروسه اللي تكون جديده ماشي قديمه، ما تاخذوهاش من حمام البنات بروسه جديده، رشاشه ديال الملح، وواحد 300 غرام 280 غرام عفوا ديال الدقيق، يعني ثلاثه ديال الكيسان الا ربع. وكما شفتوا لابروس ضروري تكون جديده باش نخدمو بها. هادو هما المكونات. نمشيو حبيباتي للطريقه. كناخذوا القصعه ديالنا، نزلوا فيها اول حاجه الزبده، وغادي نضيفوا عليها كاس سكر بودره، غادي نضيفوا رشيشه ديال الملح والفانيليا، غادي ندمجوهم مزيان مزيان هاد المكونات حتى يندمجوا تماما بهاد الشكل. غادي تبقاو تستغناو على نتاع برا نهائيا. نضيفو ديك المعلقه نتاع العسل، هي اللي كتخلي لنا هاد البسكوي حمار في الفرن، ندخلوها مع هاد المكونات، ونضيفو الدقيق. كما قلت لكم انا درت ثلاثه ديال الكيسان الا ربع، يعني زوج كيسان عامرين وكاس ما تعمروش حتى الفم، ديروا كاس الا ربع الاخير، مع معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوه، ما ديروش خماره كامله، معلقه صغيره خميره ديال الحلوه. كنضيفوا داك الدقيق بالتدريج حتى كندمجوا العجينه ديالنا وتجمع وتكون عندنا عجينه اللي طريه. يعني هاد لا كونتيتي ما كديرش بزاف، يلا 38 قلت لكم حتى ل 40 حبه بهذا الشكل. هذا غادي ناخذ هذه العجينه نرش سطح العمل ونورقها، ونرقوها ماشي رقيقه وماشي غليظه، يعني بحال السابلي، نديروا لها بحال السابلي. غادي نورقها دائما، تعاونوا بالدقيق بهذا الشكل هذا بحال السابلي. وغادي ناخذ هذيك لابروس اللي قلت لكم، وغادي نبدي ما تضغطوش بزاف غير هكا باش نديرو ثقوب في هذيك لاباط، هذيك نديرو ثقوب ويجينا المنظر ديالهم بحال البسكوي اللي كيتباع برا هكا كاع. ندوز عليها مزيان مزيان كما قلت لكم رشطه جديده. وكان تاخذوا اما رشام دائري، انا غادي نرش غير بالكاس، كنقطع هكا دوائر بهذا الشكل هذا، كنقطع دوائر صافي، وكنهز هاد الدوائر وكنفرشهم في شي لاطا اللي غادي ندخلها للفرن. يعني طريقه سهله، كيجي مقرمل يجي زويون مع القهوه، كيجي فن البنات، شفتوا كيفاش. وغادي نفرش نكمل بهاد الكيفيه حتى نكمل كاع هاد الكميه اللي عندي. يعني درت الفران يسخن وما تياخذ وقت طويل في الطياب، كندخلوه على نار متوسطه حتى كنشوفو حمار من الاسفل، من بعد كنزلوه حتى يحمر من الوجه ديالو. شفتوا معايا كيفاش كيجي متقب بهذيك لابروس؟ صافي غادي ندخلوه للفران كما قلت لكم حتى كيحمر من الاسفل، تنزلوه يحمر من الاعلى، وصافي البسكوي ديالنا راه جاهز. شفتوا كيفاش كيجي رائع، كما هذاك نتاع اللي كيتباع دوائر. ممكن هنا تلصقوا وحده بوحده بشوكولا ديال الدهن، ممكن كذلك ديروا لها في الوسط شي كونفيتور هكا اللي كيعجب الاطفال ديالكم. وانا غادي اليوم نخليها هكا سيك، يعني بوحده كيجي هائل هكا بوحده، من كتاكلوه مقرمل وزويون بزاف. نتمنى يعجبكم وتجربوه لوليداتكم، كما قلت لكم تقدروا تلصقوه بشوكولا ديال الدهن. الى عجبكم حبيباتي بارطاجيوه مع اللي عزيز عليكم، ما تبخلوش عليا بلايكاتكم تعليقاتكم الرائعه، كذلك اللي جديده في القناه كنرحب بها، ونقولها ما تنسيش تفعلي الجرس الصغير، والى اللقاء.